صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في هذا الصباح المميز المليء بالنشاط والتفاؤل والإيجابية، وصبحكم سعيد وين ما كنتوا عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء وبرنامجكم الصباحي صباح الشرقية. بالتأكيد نتمنى لكم يوم تستمتعون فيه إن شاء الله طوال هالساعة اللي بنرافقكم فيها في هذا البرنامج الصباحي بفقرات المتنوعة وضيوف المميزين اللي راح يثرون هذا البرنامج ويثرون هذه الحلقة إن شاء الله بما يقدمون من مواضيع ومن عناوين إن شاء الله تتناسب معكم. طبعا دائما مشاهدين الكرام نبدأ معاكم الصباح بالتذكير بأهم العناوين الصباحية. الذكاء العاطفي وأهميته في حياة الفرد. المواقع التراثية والتاريخية بالمنطقة الشرقية. شاطئ الزبارة وجهة سياحية للعائلة. بالتأكيد مثل ما ذكرنا لكم مشاهدينا الكرام بالإضافة إلى كثير من المواضيع إلى كثير من الفقرات اللي دائما تكون حاضرة معنا في برنامج صباح الشرقية، وفريق العمل دائما يعني مشكورين على هذه الجهود اللي يقدمونها ويقومون فيها في نقل المنطقة الشرقية وأجواء المنطقة الشرقية وبعض المواضيع اللي تخص المنطقة الشرقية. وأيضا مشاهدينا الكرام دائما نبدأ معكم الصباح بأهم الأخبار في الصحف المحلية الموجودة في دولة الإمارات. نبدأها اليوم معكم من صحيفة الاتحاد، وفي خبرنا الأول ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع الأكاديمية الشرطية. في تفاصيل هذا الخبر، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة صباح أمس اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية. واعتمد المجلس خلال الاجتماع موعد تخريج طلبة الدفعة 21 في أواخر شهر مارس الجاري، وذلك بعد استكمال متطلبات التخرج الكاملة وضمن خطط التطور الأكاديمي وطرح أفضل البرامج الأكاديمية المتخصصة. وافق المجلس على طرح تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني ضمن برنامج الدكتوراه، كما أثنى سموه رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها الأكاديمية لتجديد نظام الإدارة المتكامل من قبل إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة المانحة لشهادات نظام الإدارة المتكامل في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد التدقيق الذي أجري من قبل الشركة المانحة على ملفات الأكاديمية والإطلاع على جميع الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها لإشتراطات والمعايير المطلوبة. بالتأكيد يعني دائما الأكاديمية الشرطية بما يقدمونه من هذه الدورات وهذا التطور وهذه طبعا الدفعات اللي دائما نراها من يعني خريجي هذه الأكاديمية، فهي تأتي ثمرة لهذه الجهود وهذه الاجتماعات من قبل ولي العهد الله يحفظه وطول بعمره في طبعا الملاحظات والتوجيهات المقدمة وكذلك الجهات المختصة في هذا المجال. فكل التوفيق لي يعني خريجي هذه الدفعات وكذلك كل التوفيق للأكاديمية فيما يقدمونه من مجهودات. وننتقل أيضا معكم مشاهدينا الكرام إلى خبرنا التالي ومن صحيفة الخليج. الشيخة جواهر سلطان يرى قلم المرأة أساسا لبناء البيت الثقافي. أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أن أيضا المهتمات بالثقافة والفكر هن رواد القوة الناعمة التي نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إليها، لأيضا تنوير العقول والارتقاء بالفكر والتعامل مع الحياة عبر دراسات وبحوث متخصصة، وكذلك الارتقاء بالذائقة الفنية والشعور الكلمة المعبرة عبر لغة استثنائية هي لغة الشعر، وعبر أحداث تداخل قارئ في عالم التوقعات والانتظارات والرواية، إضافة إلى رسائل العلم والقيم عبر حكايات يبحر فيها خيال الطفل. بالتأكيد يعني اليوم لما نرى اهتمام إمارة الشارقة ونرى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمرأة وكذلك الشعر ومتطلبات اللي دائما تحتاجها الأسرة وزرع هذه القيم في الأسرة من ناحية الفنون من ناحية الشعر من ناحية الاهتمام بهذه القراءات وهذه الثقافات، فيها تأتي نتيجة لهذه الجهود من قبل حكومتنا الرشيدة وحكامنا الله يطول بعمرهم.
وأيضا مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم إلى خبرنا الأخير ومن نفس الصحيفة، حيث كهرباء الشارقة تنير منطقتي القادسية واليرموك بخرفكان. أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب أعمدة الإنارة بمنطقتي القادسية واليرموك وتشغيلها ضمن مشروع إنارة الشوارع الداخلية بمدينة خرفكان بهدف تقديم أفضل الخدمات. وكذلك أكدت سعادة سعيد بلجيو السويدي رئيس الهيئة أنها تعمل على تنفيذ مشروعات الإنارة في كل مناطق الإمارة كونها من المشروعات الحيوية التي تسهم في توفير الأمن والسلامة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وحرصه على توصيل الخدمات إلى مناطق الشارقة والعمل على إراحة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم. يعني هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دائما نرى هذه المشروعات ونرى هذا التسارع في تقديم أفضل الخدمات وتقديم أفضل يعني الأمور اللي يمكن تخدم المواطن والمقيم على هذه الإمارة، فهي دائما تكون في المراحل المتطورة في توفير أفضل هذه الخدمات ومواكبة هذا التطور ومواكبة المتغيرات اللي اليوم نعيشها، وكذلك أيضا هي محافظة للبيئة فيما يقدمون من هذه الخدمات. فاليوم لما نرى إنارة الطرق والداخلية خاصة في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، فهي اليوم يعني تحظى بهذه الرعاية وتحظى بهذا الاهتمام من قبل الدائرة وكذلك من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، فيشكرون جميع القائمين على هذه الجهود ويشكرون على ما يقدمون للمواطنين والمقيمين. طبعا مشاهدين الكرام هذه كانت أخبارنا اليوم من الصحف الموجودة في دولة الإمارات. ننتقل معكم الحين نتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس خلال هذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن إمارات الدولة، خلكم ويانا. طبعا مشاهدينا هذه الأجواء في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات، بالتأكيد اليوم لما نتكلم عن أجواء المنطقة الشرقية فما زالت أيضا هذه الأجواء الجميلة موجودة في المنطقة الشرقية وحاضرة خاصة بما تتميز به من معالم سياحية وجميلة وخاصة المسطحات الخضراء الجميلة الموجودة في المنطقة الشرقية اللي تضيف جمال للمنطقة. وكذلك مشاهدينا مثل ما عودناكم في كل صباح ناخذكم في جولة إلى مدن ومناطق المنطقة الشرقية، اليوم جولتنا بتكون معاكم إن شاء الله في حديقة الشاطئ في مدينة دبل حصن اللي تعتبر من الوجهات السياحية والجميلة المحببة لأهالي المدينة وأهالي كذلك المنطقة ليقضون أجمل الأوقات مع أسرهم وأهلهم. خلونا نتابع معاكم هذه اللقطات لهذا المكان المميز والجميل في مدينة دبل حصن وراجعين. We'll be right back.
طبعا من مدينة دبل حصن وأهالي مدينة دبل حصن مميزين بما يقدمونه من كرم الضيافة وحسن استقبال الضيوف في هذه المدينة المميزة. ننتقل معاكم الحين إلى المدرب يونس اللي دائما ما يعرفنا على أهم التمارين، اليوم بيعرفنا على عضلة الكتف الأمامية. خلونا نتابع معاكم مدرب يونس ونراجعين. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وياكم أخوكم المدرب يونس في برنامج صباح الشرقية. إن شاء الله اليوم بنتكلم عن تمارين أو بنصور تمارين العضلة الأمامية للكتف باستخدام الجهاز اللي موجود عندي هنا بقبضات متنوعة نفس ما أنتم شايفين. أول قبضة بنلعب بالحبل، بيكون طريقة عكسية، ولف هالجهة عسب تشوفونها بوضوح. بهالطريقة بيكون ترفع للأعلى وتشد على الكتف الأمامي. نلعب هالتمرين 15 عدة في 3 جلسات. خلصنا أول تمرين، الحين بنروح للتمرين الثاني. بنغير القبضة، نستخدم القبضة الثانية اللي هي هاي. تقبض القبضة بهالطريقة، طريقة عكسية، تكون بهالطريقة تدفع للأعلى. نفس الشيء 15 عدة في 3 جلسات. تحاول ترفع للأعلى كثر ما تقدر. خلصنا ثاني تمرين، الحين بنروح لثالث تمرين. ثالث تمرين بنستخدم فيه القرص هذا، نكون بهالطريقة، توقف بطريقة مستقيمة وللأعلى. نفس الشيء 15 عدة في 3 جلسات. خلصنا التمرين الثالث، نفس ما انتم شايفين خلصنا 3 تمارين للعضلة الأمامية للكتف. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالتمرين، والله يحفظكم. طبعا نشكر مدرب يونس على ما يقدمه من نصائح وفقرات رياضية وتمارين متنوعة وكذلك رياضات متنوعة ومتعددة، دائما يقدم لنا مع هذه التمارين النصائح والإرشادات والطرق الأمثل لاستخدام هذه طبعا المعدات الرياضية وهذه الأدوات اللي دائما يستخدمونها الرياضيين في يعني كمال الأجسام. فنتمنى أكيد السلامة للجميع في استخدام هذه الأدوات وهذه المعدات اللي يستخدمونها الرياضيين. مشاهدينا الكرام، المنطقة الشرقية دائما ما تزدان بمواقعها الأثرية والمتعددة وتتميز أيضا بطابعها التراثي الخصب. لتعرف أكثر على أشهر المواقع التراثية والتاريخية في المنطقة الشرقية اليوم زميلنا محمد النقبي راح يأخذنا في هذه الجولة في التقرير التالي، خلكم ويانا. تحتضن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة العديد من المناطق الأثرية والتاريخية التي تعود إلى آلاف السنين، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها إحدى أهم النقاط التجارية في المنطقة على مر العصور. إن تحدثنا عن الآثار فسنركز على أولى مدن المنطقة الشرقية، مدينة دبل حصن. من أشهر معالمها قلعة دبل حصن التي استمدت اسمها من المدينة،
تتوسط القلعة المدينة وتشكل سجلاً تاريخياً لكونها أبرز معالمها. بعدها نأتي إلى عروس الساحل الشرقي مدينة خورفكان التي تسخر بالكثير من المعالم التاريخية العريقة. برج العدواني من أهم المعالم التراثية الذي يأتلي قمة جبلية تطل على مدخل ميناء مدينة خورفكان ويتميز بشكله الفريد. ومن المعالم التاريخية والتراثية السوق الذي تم تصميمه على الأسس الفنية والتراثية القديمة ذاتها، ويضم العديد من المفردات التراثية القديمة بالإضافة إلى شكله المعماري العام. سوق خورفكان القديم، هذا المكان التاريخي الذي شهد حركة تسوق نشطة في ذلك الزمان. وفي نهاية السوق متحف حصن خورفكان الذي يستعرض التاريخ الثري للساحل الشرقي لإمارة الشارقة. إن أردت التعرف أكثر على هذه المدن المميزة فأنصحك بالاطلاع على متحف حصن خورفكان الذي يروي حكاية رحلة ما بين الماضي والحاضر. المتحف يعكس الموروث الثقافي والتراثي للمنطقة وينقل التراث بصورة جمالية جديدة إلى الأجيال القادمة. تتنوع المناطق والمواقع الأثرية في المنطقة الشرقية لتزيد من جمالها وترفع مكانتها. طبعا نشكر الزميل محمد على هذه النقلة التراثية اللي بالتأكيد والتاريخية كذلك اللي بالتأكيد تعود إلى ذاكرة الآباء والأجداد، هذه الحياة اللي كانوا عايشينها وتكون شاهدة على حياتهم في الماضي، خاصة في هذه القلاع والحصون اللي تروي دائما كثير من الحكايات والقصص اللي كانت حاضرة في حياتهم في هذاك الوقت. فشاكرين لك زميل محمد النقبي على ما قدمت اليوم في هذه الفقرة، وننتقل أيضا معكم مشاهدين الكرام إلى موضوعنا التالي، حيث تربية الأبناء قد تكون أمر هين عند الوالدين، إذ يجب عليهم معرفة سبل التعامل مع أبنائهم وتمهيدهم للتعامل مع الحياة الخارجية، وتستخدم أيضا فيها فنون الذكاء العاطفي في تربية الأطفال. بنتكلم أكثر إن شاء الله على هذا الموضوع، بالتأكيد يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذة مايا طارق الهواري، مدرب أسرة ومدربة أسرية، وحياك الله معنا أستاذة مايا. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا بالساعة، حياكم الله وشرف وجودنا معاكم وشكرا لاستضافتكم الكريمه. يا مرحبا وسهلا، نرحب فيك اليوم. ان شاء الله موضوعنا يعني عن الذكاء العاطفي خاصه بالنسبه للاطفال، ففي البدايه استاذه مايا نتعرف على هذا الموضوع او مفتاح الذكاء العاطفي، فما هو الذكاء العاطفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الذكاء العاطفي أربع نقاط رئيسية. رقم واحد، كيف أني أفهم مشاعري. رقم اثنين، كيف أني أتعامل مع مشاعري وذاتي. المشاعر أساس المشاعر والأحاسيس هي أصلاً الأنا، فلما أنا أقول كيف أتعامل مع نفسي وكيف أفهم نفسي، يعني أنا هني لازم أدخل في رحلة بحث عن ذاتي. نسمع إحنا دائماً الناس يقول لك أنا أبحث عن ذاتي، أبحث عن مكانتي، أنا وين على هذه الأرض، شو سبب وجودي، شو سر أني أنا انخلقت وجدت. سبحان الله، المخلوقات عموماً لها وظائف. تكرمون البقرة تطلع حليب وتعطيك لحم، الدياية تعطيك لحم وتعطيك بيض. زين، معقول الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى كرمه بشيء اسمه وعي، نقطتين الوعي، حرية اتخاذ، حرية أن يكون عندي اتخاذ الخيارات والقدرة على اتخاذ القرارات. إذن أنا عندي نقطتين، كيف الإنسان يكون معقول عنده هذه الأمانة العظيمة وما أعرف شو سر وجودي على الحياة؟ فالذكاء العاطفي بداية يعني رقم واحد، أفهم مشاعري وذاتي. رقم اثنين، كيف أتعامل مع ذاتي وأتعامل مع مشاعري. رقم ثلاثة، كيف أتعامل مع المجتمع.
وكيف أفهم المجتمع، أفهم المجتمع بداية وبعدين أتعامل معهم. ليش إحنا دخلنا المجتمع في موضوع الذكاء العاطفي؟ لأن في النهاية الإنسان صحنا موجود على هذه الأرض، ولك الأنا ولك الحق في الشخصية ولك الحق في الحياة، ولكن أيضا أنت تتعامل مع مجتمع والمجتمع نعم. أيضا لهم حق عليك. ممتاز. يعني مثل ما ذكرتي أستاذ ماي أن جميعنا يتمتع بالذكاء العاطفي وجميعنا تميز بما يميزه يعني من قدرات ومن مهارات، لكن يعني كيف يمكن استخدام هذا الذكاء العاطفي، استخدام أمثل، كيف يمكن استخراج هذه الطاقة من الشخص بحيث أنه يستغلها بشكل مناسب؟ فما هي المفاتيح والأساليب اللي يمكن يستخدمها؟ تمام. طبعاً بداية أنا الحوار جداً عامل مهم، بأني أنا أقدر أتحاور مع شخص، أني أقدر حد يفهمني أصلاً شو يعني ذكاء عاطفي وكيف أبدأ. فدائماً أقول لك أن المنتور أو الكوتش جميل أنه يكون في حياتنا، حتى لو وصلت إلى منصب رئيس تنفيذي أو رئيس دولة، دائماً المستشارين من حولنا اللي تقدر تتحاور معه يقدر يساعدك على هذا الموضوع، أنك تطلع من أنت بالضبط. لكن اللي بعده جديد على سالفة الذكاء العاطفي، ببساطة أنت تقدر تسأل سؤال: من أنا؟ وهذا السؤال تحطه في جدول، ولازم يكون كتابيا، لأن سبحان الله البصر مع الكتابة تعلق في اللاوعي، تعلق في الذهن. فأنا أي أحط أقول من أنا، أسأل سؤال من أنا، وأحط الإيجابيات وأفند الإيجابيات بفخر، لأن نحن تعودنا أن لا تمدح نفسك وايد، لا تحسد صحيح. نفسك، الإنسان ممكن يحسد نفسه صح، أو لا تمدح نفسك وايد لا يستوي فيك غرور. لا، الذكاء العاطفي يقول لك لازم أنك أنت تعزز الأشياء الجميلة فيك، بالعكس اشتغل عليها واجتهد عليها وكون أفضل نسخة من نفسك. هذه من الإيجابيات. نعم. أما بتقول لي زي من أنا السلبيات، ما نبغى نستخدم كلمة سلبيات، صحيح، بنقول مناطق التحسين، لأن لما أنا أي أقول سلبيات معناته أنت تتحرى أن أنت كامل. يعني لما أنا أقول في هذا سلبية، زين مو قالك أنا كامل، صحيح، مستحيل الإنسان يكون كامل صح، ولا بنكون ملائكة، ما بنكون على هذه الأرض. نعم. إذا أنا أحط مناطق التحسين، لو أنا عنيدة، لو عندي عصبية، لو عندي، على فكرة كلنا عندنا يعني أفكار ومشاعر، كلنا عندنا نفس الأفكار والمشاعر، صحيح، اللي صحيح. هي مثل الغيرة، الحقد، الحسد، نكون صريحين، نعم، عدم الصبر، الخوف، الكره، هذا كله موجود، العناد، العصبية. لكن كل ما قدرت تتحكم بذكائك العاطفي اللي هو التفهم، أنت تعرف نفسك، أنا بمسك نفسي لما بقول الكلمة وأبقى الكلمة على الشخص أمسك نفسي، ممتاز. هاي مسكة النفس هني اسمها ذكاء عاطفي، هني هذا أي بداية، يعني ما أقول الشفاء، ولكن بداية التغيير. ممتاز. هذا بالنسبة للشخص نفسه ذاتيا. يعني اليوم أنا أتكلم أستاذة مايا عن يعني تربية الأبناء في استخدام الذكاء العاطفي، فيعني الأبناء اليوم أصبحوا أيضا يتميزون بجانب كبير من الذكاء، خاصة الأطفال في ظل هذه المتغيرات، في ظل هذه التكنولوجيا، فأصبحوا مطلعين. فكيف أنا أستخدم الذكاء العاطفي بالنسبة للطفل؟ كيف أنا أوصل للمعلومة بجانب معين من ناحية الذكاء العاطفي واستخدام هذا الأسلوب معه؟ وايد حلو. 5 نقاط سريعة نقدر نفيد فيها السادة المشاهدين. رقم 1، عين طفلك على وعوده على كيف يعبر عن مشاعره، كيف إنه يقول أنا الحين حزين، لأن الطفل ما يقدر يفهم شو المشاعر هذه بالضبط وشو سبب هذه المشاعر إذا ما وصفها وما عبر عنها. عادة مثلا لو الطفل تقرع في المدرسة، صحيح، تقريع، انحرج في المدرسة أمام الملأ، إذا الطفل طبيعته أصلا هادي ما يتكلم، نعم، يرجع البيت وكأنه لم يحدث أي شيء، تمام، فبتحصل أن هذا الطفل استوت عادي عنده، متعود على التقريع. فعلى مدى السنين في اللاوعي، هذا يتم في اللاوعي على فكرة، المشاعر هاي يتم في اللاوعي، على مر السنوات لو حتى بعد 2-3 بتحصل الطفل هذا عنده رهاب اجتماعي، ما يبى يوقف حتى في على المسرح، ما يبى يتكلم حتى أمام الملأ أمام الطلبة، لأنه صحيح، متعود
إنه لو تكلم شو بيسوي، بيتقرع، بلازم يسكت. إذا هني استوى إحراج، استوى عدم ثقة في النفس، وبعد فترة تحصل إن هذا نفس الشخص على كبر إذا ما لحقني عليه وما الأم كانت واعية والمدرسة اللي عليها عاتق المسؤولية وأهم طبعاً. مسؤولية صحيح. في التربية، إذا ما انتبهنا بيطلع الشخص بعدين عند خوف إنه حتى يقول لي يسوي برزنتيشن أمام المدير أو أمام الفريق، وبيكون انطوائي، في ناس تكون انطوائيين وفي تليفوناتهم يقول لك لا التليفون على الأقل ما في، أقدر أواجه بالكلام لكن ما أقدر أواجه بالنظر وبالبودي لانجوج. فهذا وايد، يعني إحنا نتكلم اليوم عن التكنولوجيا، الطفل وراء الكواليس أو وراء الشاشة مرتاح أكثر. يعني أنا عيالي الله يحفظهم، داود تحت الله يحفظه داود آمين، داود تحت يتسوي لي مسج، ماما بتتعشين الحين؟ تخيل أسهل، أقول لك أسرع زي ماما ليش تسوي لي مسج، تعال فوق، قال أسهل ماما تعايز. فأنت تخيل أنت هذه، لو أنا ما بيب لا ماما ما يستوي، تعال اطلع لي فوق، حتى لو سوي اطلع اطلع فوق بجاوبك فيس تو فيس. صحيح. رقم واحد، خلي الطفل يعبر المواجهة عن مشاعره. نعم، المواجهة. رقم اثنين، تعريف العواطف والأحاسيس المختلفة. يعني لما يكون طفلك جالس بروحه وساكت زعلان، حبيبي أنت ليش زعلان؟ شو بلاك؟ شو مستوي؟ حاول إنه بالحوار، طبعا كل شيء بالحوار، تطلع منه شو سالفة الزعل هذا وشو سببه، وخليه يوصفه، وصف المشاعر وفق عشان يفهم سبب هاي المشاعر. هني مربط الذكاء العاطفي، تعرف بعدين شو بيستوي. وانا شيء طبقت على عيالي، علمتهم ان كل شيء نتكلم عنه، كل شيء استوت عندهم عادة. حتى يقول لي مثلا بنتي تقول لي ماما انا محتاجة اني اتكلم وياك، اقول لها جميل، جانب الثقة بين الوالدين ضروري. ضروري، هذا يبني، نعم يبني الثقة بينهم، تستوي صداقة، ويستوي أني أنا أقدر فعلا، يعني هاي أمي هي دنيتي، هي صندوقي. صحيح. يعني أنا أقدر أتكلم مع أمي كل شيء، أتكلم مع أبوي، مو بشرط الأم ترى، ممكن الأب بعد. صحيح. فأنا إحنا كمدرب، أنا مدربة في التنمية البشرية بالذكاء العاطفي بالذات، سبحان الله حسيت إنه وشعرت من تقريبا 3 سنين إن الجيل، إحنا جيلنا اللي عندنا الحين أطفال، لازم نتوعى بالذكاء العاطفي أسب إنه نقدر نتعامل ونحيي جيل عنده ذكاء عاطفي. ممتاز. طبعا في أسس أخرى، يعني على عجالة، حتى القراءة مع طفلك، القراءة في آخر الليل تجلسون تتكلمون تقرون وكذا، مهمة جدا، لأن من خلال القراءة ممكن أنت توصل رسائل لطفلك بيستوعبها بالذات قبل النوم. ممتاز. الله يسعدكم يا رب. جميل. جميل أستاذ ماي، يعني اليوم إحنا نتكلم عن استخدام الذكاء العاطفي، ذكرنا إحنا ما بنستخدم مصطلح سلبيات، لكن يعني كثرة استخدام يمكن الذكاء العاطفي فيمكن تكون لها عواقب أخرى، فالموازنة في استخدام الذكاء العاطفي مع الطفل، يعني طريقة محاورة الطفل في أمور معينة باستخدام الذكاء العاطفي، ولكن في نفس الوقت أن تكون أنا وازنت ما بين يعني هذا الموضوع. شو يعني لازم الطفل يفهم ان احنا مش كاملين. صحيح. ان الانسان يعني فهمه ان حبيبي عادي انك تخطأ، عادي انك تفشل، لان شو يستوي الانسان ما يحب انه يفشل، ما يحب انه يخسر. الطفل بالذات بتلاحظ يعني اذا خسر وقع الخسارة عليه كيف يكون. انت كل ما كبرنا، كل ما وقع الخسارة استوى كبت مكبوت، انت شعورك بالخسارة والفشل كبت فيك فينا، يعني في الشخص الكبير. لكن لما الطفل يكون صريح اكثر في مشاعره، لما يطيح الطفل في موقف مثل هالنوع السلبية، انيبه نتكلم عن الفشل. صحيح. نتكلم شو تعلمنا من الفشل، لان الدنيا دار ابتلاء. والدنيا هذه طبعا انا اقولها هذه لكبار في العمر بس عشان نفهمهم، يعني ان الدنيا دار ابتلاء، والدنيا من دناءتها. صحيح. وما في ابتلاء من غير علم. نعم. ما في ابتلاء يحصل للإنسان إلا أن يتعلم منه مهارات، يا إما أنها مكبوتة أو أنها مهارات لازم تتعلمها جديدة بحيث أن أنت بتستخدمها لين قدام. فالأم والأب الخط الرفيع بأن أنا فعلا أخليه إيجابي، لكن في نفس الوقت أعلم طفلي كيف يتعامل مع المواقف السلبية، لأن إحنا قلنا ذكاء العاطفي أيضا تعامل مع المجتمع. صحيح. يعني بيون عيال عمة، بيون ربعة، في تنمر الحين، أنت تتكلم عن التنمر والتنمر الإلكتروني، يعني أساس التنمر وكيف أتعامل مع التنمر ذكاء عاطفي.
ذكاء عاطفي، كيف ان الطفل يتعلم الادوات هذه والمهارات. ان انا فعلا اولا عشان الطفل يتعالج من التنمر يتكلم. تعرف هاي الجرأة اني انا اقول حق امي وابوي انا اتعرض لتنمر الكتروني؟ تعرف ان في اطفال ساكتين ما يتكلمون، 60% من الاطفال ما يتكلمون. ممتاز، لكن في هذا الجانب يعني نقطة جدا مهمة أستاذ ماي، اليوم نتكلم عن ظاهرة التنمر خاصة في الذكاء العاطفي اللي نستخدمه، كذلك اليوم التكنولوجيا الموجودة، فكيف يمكن للطفل أن يعني يتجاوز هذا الجانب أو أنه يعني يتعدى هذا الحاجز الموجود خاصة في ظاهرة التنمر هذه؟ فجميل جدا أن يكون في توعية أيضا في هذا الموضوع. رقم واحد، الطفل لازم يستأمن يكون يشعر بالأمان أمام في مدرسته، لأن البوابة الأولى إذا استوى أي عادة مع التنمر. الحين ليش مستوي؟ لأن كل شيء أونلاين، فممكن التنمر يكون على أسهل طريقة في الكلاس روم في نفس الصف. فأنت البوابة الرئيسية هو المدرس، الثاني هو المشرف. ما حصل إنه يكون عنده الجرأة بأنه يتعامل، يفند مشاعره ويعرف انه كيف يوصف شو الحاله اللي هو عايشينها، ويرفض. رقم اثنين، يتعلم من خلال الذكاء العاطفي انه يرفض الظلم، انه في اشياء خطا. هذه من التربيه، واساس التربيه من الام والاب، ان انا دير بالك ترى اذا حد لمسك في اماكن معينه، اذا حد تتكلم معك، هاي توعيه، هذه من الثقه، هذه من الحوار. فانت تبدا من المنزل. نعم المدرسه طبعا لها دور يعني رهيب في هذا الجانب، وبعدين هني انت خليت الولد بروحه واطلقته في الساحه اللي هي ساحه الالكترونيات، وشي يعرف انه يدافع عن نفسه بادب، ما نفع يشتكي لشخص كبير، لا 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 يدخل بزياده في ملاسنه مع حد في الانترنت، لان انت الحين ببجي مثلا يدخلون عليك انواع واشكال من البشر انت ما تعرف منو. يكون عنده دائما الثقه والامان في انه بالذات ولي الامر لا يحرج عياله، يعطيهم المساحه. كيف انا اخلي طفلي يشعر بالثقه؟ فانا من البدايه اكون جدا اوبن، منفتح في كل المواضيع كلها. يعني أنا ما بقول شو المواضيع، لكن كل المواضيع اللي ممكن أتخيلها نكون. ليش ما أنا أكون البوابة الرئيسية لطفلي؟ ليش ما أنا أكون المنفذ الأساسي اللي نتكلم في كل شيء؟ أنا لو مش مجربة من كيسي مع عيالي، ما بقول صحيح. ما بقول إن هذا لا، أنت تقدر وتروم. لكن إحنا يعني من بيئتنا أقولك لا عيب، ما بفتح المجال، ما بتكلم مع ولدي، بخلي ولدي عمه يكلمها، او مثلا خالته تكلمها. ممتاز استاذ مي، يعني اليوم احنا مثل ما ذكرتي ان الكبار يتعلمون في سواء دورات وفي يعني حتى خبره الحياه يمكن تعطيهم هذا الجانب ان التعامل بالذكاء العاطفي، فاللي يلتحق بدورات اللي يكون اساسا هذا الجانب موجود معه وحاضر معه، ولكن بالنسبه للاطفال سواء في المدرسه او في البيت، هل هذا اليوم اصبح جانب الذكاء العاطفي هو موجود فعليا عند المدرسه او عند الوالدين، هم يعلمون ابنائهم ما هو الذكاء العاطفي او يزرعون في ابنائهم هذه القيمه؟ طبعا انت يعني اللي ما شاء الله وزاره التربيه والتعليم، وانا من اماره دبي بالذات، فعندك الشيخ حمدان بن محمد المكتوم الله يحفظه وضع ثقافه الرفاهيه، رفاهيه الروح من سنتين، اللي هي الويلبينج، ان كيف ان الانسان عموما من طفل الى من كي جي الى جريد 12 الى جريد 13 او يير 13 يقدر يتعامل، يفهم مشاعره ويفهم الاخر جميع المراحل في جميع المراحل. هذه من ناحيه المدارس. وابشرك ان الحين الشركات الكبيره كيف يجون يختارون رؤساء تنفيذيين. انا ابغى رئيس تنفيذي نعينه، وعندي محتار بين اثنين، عين منو ولا منو؟ اثنينهم كفو. نسوي لهم شيء اسمه سايكومتريك تيستينج، امتحان قياس مدى الذكاء العاطفي والذكاء السايكولوجي. ممتاز. هني بعرف انا منو بعين، لان كل يعني البحوثات بينت واثبتت ان 80% من نجاح الفرد بعمله يعود الى الذكاء العاطفي، و20% فقط
يعود الى الاي كيو او الذكاء الاكاديمي اللي احنا متعودين عليه. هذا اللي ما اخذ اي بلس مدرسه ممكن تلاقيه عايش حياه عاديه جدا، موظف وراضي ومستمتع، مع انه كلها الشطاره في المدرسه، وين رحت؟ صحيح. لكن بتحصل حد اللي كان يعفد ويسوي مشاكل وكل يوم الثاني يتحدى نفسه. نعم، هو اللي يوصل المنصب. ليش؟ لانه عنده ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي. ممتاز. اخيرا استاذه مايا، نصايح تقدمينها للاباء في تربيه الابناء على الذكاء العاطفي وزرع هذه القيمه فيهم؟ دائما شجعوا عيالكم على التكلم بحريه، أعطيهم الأمان مثل ما يقولون، هذه وحدة. اثنين، حبوهم، لأن الحب أساس الكون، وأهم أهم أهم طاقة نحبها هي يعني حب الله سبحانه وتعالى، ومن خلال حبنا لله سبحانه وتعالى فنقدر نعمل لوجه الله، وهذيل الأقربون أولى بالمعروف. فخلي ولدك يتكلم، خلي بنتك تتكلم، لا تخافين من المواضيع. إحنا ترى نخاف، احنا نخاف من المواضيع، في مواضيع شائكه، لا 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 ما ابغى اصلا، او انه يعني يقولون اسمعهم الاهالي يقولون ما ابغى اتكلم فيها، افتح مخه. زين هو اصلا مخه مفتوح، الموضوع واصل لنا من 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 متى؟ من عدة جهات، خاصه في هذا التطور اللي شهده. صحيح طبعاً. فانت خليك انت جريء كولي امر، وخلي طفلك يكون جريء معك، لكن الاحترام دائما يجب انه يكون موجود. خط الاحترام دائما يكون، يعني الحوار يكون دائما بأدب من الطرفين، مو معناته هو طفل ان نوبخه ونسمع كلام مؤذي، لا، هذا عكس الذكاء العاطفي، عكس الشيء اللي انت حاب انك تزرعه فيه. كونوا قدوه لابنائكم. صحيح. كونوا قدوه، ونحط هاي تحتها 10 خطوط حمر. اكيد طبعا. شاكرين لك استاذه مايا طارق الهواري مدرب اسري على هذه المداخله، يعطيك العافيه على ما قدمتيه من نصائح وملاحظات ومفاتيح جميله في استخدام الذكاء العاطفي. شكرا لك. اتشرف، شكرا لكم، يعطيك العافيه.